السلام عليكم الاخوات، صباح الخير. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير ايوا الحمد لله. هذا الصباح هذا خرجت نتمشى شويه، مشيت خليت ولد بنتي في المدرسه، انا اختي، وهبطت هنا في المشوار ديال تيزنيت، وقلت ندير شويه ديال لا مارش نشاركوا معكم، تشاركوا معايا. وكنشكر كلشي الاخوات اللي دار لي ابوني ولي وكومونتير اللي خليتو، كنشكركم بزاف. وصلت هنا حدا جامع السنه، الجو زوين، و باقا تيزنيت خاويه دابا هاد الصباح. شويه ديال لاماش في الصباح كيكون زوين. الجردة تاهي اللي حدا اللي مقابله مع جامع السنه ديال تصاوبات زوين. والناس اللي ما كيعرفوش تيزنيت، كاين العائله ديالي اللي ماشي في تيزنيت، وكاين الناس اللي ما عارفينش تيزنيت. تيزنيت راه زوينه ونقيه ولا فيها الامان. يعني النقرة ديال السوس، نقرة السوس، نقرة تيزنيت. هذا الطريق ديال أكلو اللي كتسد ديال البحر، الطاكسيات ديال أكلو تمشي للبحر. أنا دابا مع الناس اللي ما عارفينش تيزنيت، ما الناس اللي عارفين تيزنيت راه يعرفوني فين كاينه دابا. انا دابا وصلت لهنا الصناعه التقليديه الصباح، ندخل نشوف شويه النقره ديال تيزنيت. النقره ديال تيزنيت هنا في الصناعه التقليديه، شحال كدير دابا نقرا الكرام؟ شحال كدير نقرا الكرام؟ ماشي بحال هكا 20 درهم 10 درهم، كل 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 هادشي الدك ديال تيزنيت. بارك الله فيك، ربي يخليك. هذا الزي ديال تيزنيت، ناس تيزنيت راه عارفين هذا شنو هما. اللي ماشي في تيزنيت هذا الزي ديال تيزنيت. هنايا فين كيصاوبو النقرة، البلايص فين كيصنعو الصناعة التقليدية. السلام عليكم. هنا في كيصوبوا النقرة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبخوا في مدرسته عليه الصلاة والسلام، لأن كان طبيعيا
ان هذا الكورميطاس ياك نقرا نحاس حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديال النحاس ديال الروماتيزم كيصاوبو اللي كيديروا العيالات الناس كلشي اللي كيعمل روماتيزم. شحال كيديروا هادو؟ 30 درهم. تبارك الله عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم عند ينزل عليه الوحي يشكو من هول الوحي الى خديجه. مرحبا بكم، ولا بغيتو شي حاجه نقرا واللي بغى داك الشيء ديال النحاس السيد كيصاوبهم هنا. والله ما حد يصنع التقليديه. الرحم الله يجازيك بخير اسيدي، شكرا. المهم هذه هي الصناعة التقليدية، كيخدمو هنايا النقرة وكيبيعوها. الله يسهل الجميع.